أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج أخبار الفن، ومعنا لليوم مجموعة من الأخبار الفنية. أوتاري تقدم أغنية جديدة بعنوان ميل على بلدي. فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية تنتج مجموعة من الفيديوهات الموسيقية الراقصة. جفرة وياها الربع أغنية جديدة للفنانة الفلسطينية آية خلف. سلافة جاد الله أول مصورة سينمائية في تاريخ الثورة الفلسطينية، ورح يكون معنا بفقرة ضيف الأسبوع الفنان الصاعد أيمن أمين. عشان تعرفوا أكثر عن هاي الأخبار خليكم معنا. أنتجت أوتاري أغنية جديدة بعنوان ميل على بلدي. الأغنية هي استعراض للعديد من المدن الفلسطينية كمدينة الناصرة والقدس ويافا وحيفا وعكا. الهدف من الأغنية بث الطاقة الإيجابية المفرحة وإبراز جمال وطبيعة بلادنا من خلال التجول في هاي المدن وعلى البحر وفي الشوارع وأزقة البلد القديمة. أغنية ميل على بلدي هي عبارة عن ديو بين الفنان شلبي يونس والفنانة غزل غريب، وأيضا هي من كلمات وألحان الدكتور قاسم يونس. خلينا نروح نشوف مقطع من الأغنية. ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك، لتشم تراب بلادي وترسم أحجار ومجدك. ميل على بلدي لتشوف كيف البحر بيضحك، لتشم تراب بلادي ترسم أحجار ومجدك. ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتسكار، صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار. ميل على شاطئ حيف خدلك من رمل وتسكار، صورة بشوارع يافا على صورة. عشان نعرف أكتر عن أغنية ميل على بلدي بنستضيف عبر السكايب الفنان شلبي يونس. أهلا وسهلا فيك شلبي يونس معنا في برنامج أخبار الفن. أهلا. شلبي، كيف تعبر هاي الأغنية عن حب الوطن وفلسطين، وإيش أهم الأفكار اللي بتحملها بطياتها كلماتها وألحانها؟ شوف، إذا أقول لك الغنان انت الدرجة اللي غنان اللي فيها التيمبو عالي، الإيقاع اللي فيها سريع، اليوم خلنا احنا غنوية غزلية اللي بتتخرف عن مناطق البلاد في طريقة غزلية اللي هي برضو سلسي مريحة، لون جديد طبعا اللي هو ما كانش زمان معروض. شلبي، أغنية ميل على بلدي استغرقت 3 سنوات في التحضير، نحب نعرف عن كواليس إنتاج هاي الأغنية وكيف كانت ظروف الإنتاج. صحيح، ميل على بلدي هي مش قصة اليوم، هي كانت غنوية لشريحة تنقول مغنيين أكثر من ما إنه بس 2 يغنوها، ولكن بسبب الظروف يعني الكورونا حددتنا إنه بس 2 نغنيها اللي هن أنا وغزل غريب طبعاً وجهة تحية. بإشراف الدكتور قاسم، فإنه شاف إنه الغنوية بدهاش أكثر من صوتين اللي هي تعبر عن كل اللون الغنوي أو مساحة الغنوية، ومنها إنه برضو بتلبي احتياجات الغنوية. طيب، كيف تميزت ميل عن بلدي عن غيرها من الأغاني الشعبية والوطنية الفلسطينية؟ هذا قلته إنه الميل عن بلدي هي غنوية غزلية تعني. هي تكون ميل على شاطئ حيفا، يعني فيها نوع من الحنين للبلد اللي احنا بنذكرها. طبعا حيفا، يافا، عكا، كلياتها اللي هن تاريخهم بالنسبه لنا. تم تصوير الفيديو كليب في مدن فلسطينيه رئيسه كالقدس ويافا وحيفا وعكا، ليش تم اختيار هاي المدن ومن وين اجت فكره تصوير الفيديو كليب؟ شوف، المدن ما اخترناها بالنسبه لانه مثلا ناش نذكر البلد الفلاني او البلد العلاني، لا، المدن اختيرت بس بالنسبة لأنه حدود يعني المساحة اللي نقدر نصور فيها كانت بالنسبة للكورونا ما قدرناش نتنقل في كل المناطق، وطبعا تقدر كل المناطق الموجودة عندك في فلسطين. فأخذنا النقاط اللي هي أكثر شيء شائعة عالميا، هي القدس، يافا، حيفا، الناصري. طيب، خلينا نحكي أكثر عنك شلبي وعن الفنانة غزل اللي غنت معك في هذا الديو. بنحب نعرف عن كيف كان الانسجام بينكم من خلال العمل، وقديش انعكس هذا الانسجام على هاي الأغنية. غزل طبعا صوت واعي جدا، يعني صوت جدا بجنن. صارت القصة هي من تقريبا من سنة، التقيت أنا وياها، كانت في إلي غنوية اسمها بيا حيز الناس الجديد، فغنيناها أنا وياها. شفنا إنه الصوت صوتي وصوتها، يعني صوتها فيه دفء وحنية، تنقول زي شيرين من نوع شيرين، صوت فيه الجبلية والهاي الشغلات زي تنقول وديع الصافي، فالصوتين تنقول عاملين مزيج حلو. وهيك شاف دكتور قاسم إنه مناسبات كان يخرفن عن حنين البلاد ويقدم
نقطة مهمة بالغنوية اللي عملت فارق قوي الحمد لله. شلبي احنا بنتشكرك على هذه الاستضافة الجميلة، جميل جدا انه نشوف تجسيد لوطننا التاريخي وحدة واحدة بغنية وطنية شعبية بتكسر فيها كل حدود الجدران اللي صنعها الاحتلال. شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا. تحية لكم وشكرا على الاستضافة. لفيت بلاد لفيت ملئت بجمالك ملئت ولا حتى جبالك والورد عصافيرك بتغني يا بليل ليل 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 دلعون بلادي غنيت وعالميزان رديت ضحية غازي بالدبك وعتاب بعد جائحة كورونا تغيرت العروض وطريقة التقديم والتواصل مع الجمهور، لذلك قامت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية بإنتاج مجموعة من الفيديوهات الموسيقية الراقصة كإنتاج رقصة الشبابة ورقصة اليرغول والتحضير لإنتاج رقصة القهوجي. بتركز هاي الفيديوهات الراقصة على التراث الفلسطيني ليتم عرضها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف مقطع من فيديو رقصة اليرغول. شبب يا مشبب وحدي يا حادي واضرب بالقادم على أرض بلادي الفداء وشعبه ما هو إرهابي ما بنرضى الظلي ولا المهانة. عشان نعرف أكثر عن هذا المشروع وهي الفيديوهات الراقصة بسعدنا نرحب عبر السكايب بالسيد أنس أبو عون منسق المشاريع بفرقة الفنون الشعبية. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا مرحبا. أنس بالبداية احكي لنا أكثر عن فكرة الفيديوهات الراقصة وطريقة تقديمها للجمهور. بالأساس كانت الفكرة بعد انقطاع عمل الفرقة التقليدي اللي هو مع الجمهور في المسارح وفي المواقع العامة، وخاصة أنه ما كان في أي مجال للتواصل، فقعدنا نفكر كيف ممكن نقدر نخلق هذا التواصل مع الجمهور كمان مرة، وبنفس الوقت نحافظ على نوع من الجودة الفنية وبنفس الوقت الإحساس والطاقة اللي بتكون مع الجمهور على المسرح في العرض اللايف. رجعنا لأرشيف فرقة الفنون، كان في مجموعة من الرقصات اللي الجمهور كمان تعلق فيها وكان دائماً على تواصل اتجاهها. عدنا تقديم وتصويرها بشكل شوي مختلف بشكل غير تقليدي عن شكل المسرح، اللي كمان بالنسبة لنا كان إنه مهم نرجع نستعيد هاي الطاقة ونرجع نحكي للناس إنه إحنا موجودين وموجودين معكم، ولكن مش بنفس الشكل القديم اللي هو أو التقليدي على المسرح. طيب خلينا نحكي أكثر عن الفيديو اللي أطلقتوه مؤخراً، هو دبكة اليرغول، هي عبارة عن سهرة شبابية فنية دبكة شمالية على ألحان اليرغول مع غنائها لكلمات تراثية. لو تحكي لنا أكثر عن هاي الرقصة. اليرغول هي عبارة عن آلة شعبية نفخية موجودة في منطقة بلاد الشام بأصوات مختلفة، موجودة بفلسطين، بنشوفها بالعادة أو نسمعها عفواً بالعادة بالأعراس على شكل أورغ، ولكن الآلة التقليدية هي آلة نفخية. صوتها حاد، والسهرة والفكرة كانت من الرقصة كلها إنه هي سهرة شباب وصبايا في الجبل مع نار بيحكوا في دلعونة على ألحان يرغول بهاي البساطة بهذا الإشي العفوي والطبيعي، يعني اللي ممكن نشوفه بأي مكان بأي مناسبة اجتماعية. بس الفكرة إنه حبينا نرجع الآلة الأساسية آلة يرغول، مش نستخدم الأورغ كيف موجود بالمناسبات الاجتماعية زي الأعراس. جميل جدا انه يتم اثراء منصات التواصل بالمحتوى الثقافي والتراث الفلسطيني اللي بيعتبر جزء من تعزيز المحتوى والحضور الفلسطيني على هذه المنصات اللي بيحاول الاحتلال دائما انه يحاصره. نشكرك انس جزيل الشكر على هذه المقابله الاستضافه الجميله. بحلقتنا لليوم رح نستعرض شخصيه امراه ناجحه تحدت الصعاب وقدرت تحقق حلمها بالتصوير والتوثيق، واعتبرت اول مصوره سينمائيه فلسطينيه وعربيه، هي سلافه جاد الله من مواليد نابلس عام 1941. درست فن السينما في القاهره وكانت اول فتاه عربيه تدرس هذا المجال. بعد تخرجها صورت فيلم الجبل مع وحيد فريد، ثم بدات بالتقاط صور للثورة الفلسطينية والشهداء الفلسطينيين. سلافة جاد الله أسست قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لحركة فتح في العاصمة الأردنية عمان برفقة المخرج الراحل مصطفى أبو علي والمصور الشهيد هاني جوهرية. وكان الهدف من تأسيسه توثيق أحداث الثورة الفلسطينية، فكان بمثابة قسم التصوير الرسمي.
سلافة جاد الله لم تسلم من الاحتلال فأصيبت برصاصة تسببت لها بالشلل أدت لإنهاء حياتها المهنية، وبعد سنوات انقطعت أخبارها إلى أن أعلن عن وفاتها في العاصمة السورية دمشق عام 2002. والبنت تقول لأمها يما بدي 20 من أهل البلد وعشرين غربي. والبنت تقول لأمها يما بدي 20 من أهل البلد وعشرين غربي. وعشرين أطلق تلفزيون فلسطيني أغنية جديدة للفنانة آية خلف بعنوان جفرة وياها الربع. تم تجميع كلمات الأغنية بشكل عفوي من أغاني وقصص جفرة من التراث الفلسطيني. أغنية جفرة وياها الربع هي مزيج بين روح الماضي والحاضر. عشان نعرف أكثر عن أغنية جفرة وياها الربع بسعدنا نستضيف عبر سكايب الفنانة الفلسطينية آية خلف. أهلا وسهلا فيك آية. بدئيا شكرا كثير على الاستضافة في التلفزيون الفلسطيني. شكرا كثير لاهتمامكم في موسيقتنا، اهتمامكم في انتاجات الفلكلور الفلسطيني وفي صوتنا الحر. شكرا. شرفتينا آية. آية، اغنيه جفره وياها الربع هي اغنيه من التراث الفلسطيني، حكينا عن هدفكم من اعاده غناء هاي الاغنيه الجديده. تواصلوا معي التلفزيون الفلسطيني لحتى ينتجوا له اغنيه من قبلهم، وتم اختيار الاغنيه من قبلي لجفره وياها الربع. الأغنية كثير قريبة لقلبي وحبيت إنه تنعاد توزيعها، فذكروا لي إنه بدهم إياها في طريقة جديدة، وكنا في قاعدة عفوية كنا عم نخطط لإلها مع علاء الكردي وأمجد مريح، لهم كل التحية، وذكرنا إنه بدنا نخلقها في مقام ثاني، في روح ثاني اللي هي اوريدي بيات، ونقلناها لجو ثاني اللي هو نهاوند اللي هو مقامات مختلفة تماما حتى بالروح. فكان هذا الدمج ما بين الحاضر وما بين الماضي والحاضر، وكمان الروح نفسها بتلمسها إنه إحنا عم نسمع الفلكلور لكن في روحنا جديدة، في جيلنا جديد، وفي موسيقتنا كمان اللي ما عم بتروح. طيب آية، أنت بدأتي طريقك بالفلكلوريات، قديش حسيتي إنه هذا النوع من الموسيقى بيشبهك؟ مبدئياً أنا خلقت في بيت اللي طلع منه أسير محرر، الأسير محمد خلف عم الأسير من بعد سجون الاحتلال من بعد 15 سنة. في البداية أنا خلقت في هذا الجو، كان المنبر الوحيد لحتى الناس تسمعني هي من خلال إذاعة محلية في الداخل الفلسطيني، وكانت رسائل للأسرة. من هاي النقطة أنا بلشت أغني الفلكلور الفلسطيني والرسائل الحرة للأسرة وللعالم أجمع. يعني أنا ما بقدر أغني أي إشي إذا أنا ما بغني الفلكلور تبعي اللي هو هويتي الأصلية اللي هو لازم أبثه للعالم، بعدها أنا بخلق الجو اللي بيشبهني والإشي اللي بيمثلني إن كان كفلسطينية وإن كان كإنساني في النهاية يعني. لكن في الأساس أنا لازم أغني الفلكلور الأصلي الأساس، يعني أنا عم ببني الحجر الأساس تبعي في الفلكلوريات اللي هي بتمثل آية الفلسطينية. إذن هناك آية رسالة حقيقة من هذه الأغاني وهذا الإحياء للتراث والهوية. قديش باعتقادك بشكل الفن اللي بيعمل على إحياء التراث والهوية وسيلة مقاومة ضد الاحتلال اللي بيسعى دائما لطمس الهوية الفلسطينية؟ دائما هم بيحاولوا يعتموا، دائما بيحاولوا يعملوا ضبابية على أصواتنا، لكن قد ما بدهم يعملوا هاي الضبابية والتعتيم الصوت ما بقدروا يسكتوه. صوتنا ما بقدروا يسكتوه ولا بأي طريقة، ورغم أي إشي عم بيعملوه نحن رح نضلنا نستمر ورح نضلنا نغني ورح نضلنا نغني للحرية ورح نضلنا نغني لأرضنا ورح نضلنا نغني لهويتنا رغم أي تعتيم من قبلهم. طبعاً أكيد. آية، لو بتخصينا ببرنامج أخبار الفن بمقطع بسيط من أغنياتك. هي عشان للتصحيح هي مش أغنياتي إنما أغنيات الشعب والأرض والناس كلياتها، وكل شو بغني وصوتي هو مش ملك لذاتي، هو ملك للشعب
وصوتي للحرية كلياتها. رح أغني لكم أغنية أنا بلشت فيها وأنا صغيرة، وهي أول أغنية أنا غنيتها في الإذاعة المحلية للأسرة في سجون الاحتلال. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو. شكرا آية، أول شيء بحيي هذا الانتماء والنفس والأصالة الموجودة عندك، ومتشكر كثير على هذا الحوار الجميل. يسعد روحكم، يعطيكم ألف عافية. بفقرة ضيف الأسبوع منرحب معنا بفنان صاعد، هو شاب في مقتبل العمر، فنان مليء بالطاقة والحيوية، هو فلسطيني الأصل من مواليد مخيم شتيلة في لبنان، شارك في برنامج The Voice Kids واشتهر بالعديد من الأغاني مثل أغنية أنت وبس اللي حصدت نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب. ضيفنا الفنان الفلسطيني أيمن أمين، زملائنا طاقم برنامج أخبار الفن أعدوا لنا هاي المقابلة مع الفنان أيمن أمين، خلينا نروح نشوفها. أنت وبس انت اللي بدي إلا نقيتك بس من بين الدنيا كلها، وقلبي حاس قال لي كتير اشتقت لها، بخيلك يا الله بخيلك يا الله انت وبس. اولا تحية من القلب لشعبنا المناضل بالداخل فلسطين، وشعبنا المناضل طبعا بالشتات مخيمات الشتات وبكل انحاء العالم. كل مشوار الواحد ببلش فيه له بدايه خاصه، كانت بدايتي ببرنامج The Voice Kids. انا بمشاركتي ببرنامج The Voice Kids اصريت اني غني اغنيه للفنان الراحل للقدوه للاسطوره الراحله الفنان ابو عرب، اغنيه هدي يا بحر هدي. هي اغنيه كتير اثرت فيني، وانا بالاصل من اصول من يافا على الشط، فالاغنيه يعني بتحسيها مست فينا نحن كفلسطينية، كل أغاني فلسطين بتمس فينا. حبت إنه الأغنية الفلسطينية تكون موجودة بكل الساحات، مش شرط بس الساحة الفنية كغنى، كمان مثل التمثيليات تكون موجودة فلسطينية فيها، فكرة فلسطينية أو فكرة صرخة شعب. بيوم من الأيام بابا عرفني على صديقه الأستاذ مصطفى زمزم شاعرنا الكبير، انطلقت من طرفه، انطلقنا بإذن الله بمشروع نجومية، والحمد لله تحققت بوقت كتير قصير بوقت صغير، والفضل بعود لرب العالمين. أول إشي رب العالمين نشر محبته بقلوب الناس وبقلوب الشعب وخصوصا الشعب الفلسطيني، والحمد لله من بعد محبة الناس نحن كسبنا كل إشي. قدوتي بالفن المثل الأعلى هو الأستاذ معين شريف، بحب أقدم له تحية كتير كبيرة لإله لجهوده الموجودة معنا، للتقديمات اللي بقدمها للشعب الفلسطيني من أغاني فلسطينية ومن تراث فلسطيني. أغاني اللي أنتجتها أعطت صدى كتير حلو بالساحة الفنية الحمد لله، بعد التوفيق من رب العالمين ومن بعد محبة الناس. من أنت وبس لا عشقان قصة كبيرة، وناتاشا غنيت معها كمان أغنية الغرام، وبطمح كمان أكيد يكون ديو الجاي بإذن الله مع فنان كتير كبير بعتز فيه أنا هو الفنان معين شريف. أنا بغني اللون الجبلي، بحب اللون الجبلي، بس الأغاني اللي أنا منزلها من النوع الكلاسيكي أكتر شوي وقريب يعني للكلاسيكي أكتر من الجبلي، بس أنا ما عندي مشكلة بأي نوع من الغناء، بغني كل الأنواع إن شاء الله. هلأ عم نحضر عمل تقريبا صار خالص، أنا على سني ورمح فلسطيني وعلى راس السطح، هي أغنية وطنية من كلمات الفنان الشاعر الأستاذ مصطفى زمزم ومن ألحانه كمان. الأغنية حيصورها المخرج المبدع بالنسبة لإلي حسن الداوي بالاشتراك مع الفنان علي كمان. أغنية بدنا ننزلها أغنية تكون قدوة لكل فلسطيني يسمعها. بحب أقول لكم أنه نحن صرنا محضرين تقريباً 6 أغاني
هيدول الست أغاني بيتضمنوا أغنيتين من اللهجة المصرية، أغنية منها من ألحان وكلمات الشاعر مصطفى زمزم، وأغنية من ألحان وكلمات من داخل مصر، رح نخليها سربرايز لكم. وإن شاء الله الأغنيات بنالوا إعجابكم جميعا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وبدي أشكر من القلب تلفزيون فلسطين ولكل المجموعة اللي كانت عم تشتغل معنا، ثانك يو كثير. وهيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. استنونا بحلقة جديدة وأخبار فنية فلسطينية جديدة الأسبوع المقبل. سلام.